مشاهدينا ومتابعينا، اهلا بيكم في لايف جديد. يعني احنا النهارده في منطقه الوراق امام جريمه قتل بشعه ب 14 طعنه بلطجي ينهي حياه مسن. ايه السبب؟ ايه التفاصيل اللي يخلي، او ايه هو السبب اللي يخلي بلطجي في 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 سن في الثلاثينات يعتدي على مسن 67 عام ب 14 طعنه وينهي حياته؟ في البدايه كده بقول لحضرتك البقاء لله. خليك حضرتك زوجة عم سيد، صح كده؟ ايوه. ايه اللي حصل بالظبط؟ عم سيد كان رايح فين؟ او ايه سبب ان البلطجي دوت يعتدي على عم سيد ب 14 طعنه وينهي حياته؟ ما اعرفش والله يا ابني، هو بينزل يشيل في السوق ويجي يجيب لي الفطار والعيش وهو طالع، عشان ما بيقدرش ينزل تاني الا بيروح الجامع يصلي وبيجي بعد العيش. ايوه، يعني عم سيك رايح فين؟ ايه سبب الخلاف اللي بينه وما بين ولا اي حاجه 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 ولا ليه بدعوا باي حد ولا بتاع ولا اي حاجه. انا جالي تليفون الساعه 11، نزلت 11 صباحا. كانش لسه هو جاي من الشغل وبيجيب لي الفطار وهو طالع. قالوا لي الحق ابو هاني وقع في الشارع وبيقولوا ايه كيمو ضربه. نزلت اجري، مش عارف البس ازاي ولا كده، نزلت اجري في ايه يا جماعه؟ قالوا ايه ده كيمو إيه؟ عادي يا خلتوماني ما تخافيش، ده زقه بس كده وبتاع، ضربه بس بالسكينه وكده بالسكينه. وعطلت مصوت، الناس سكتتني، بتلفي كده لقيته قدامي، بقول له ليه يا كيمو كده تضربه؟ ليه يا ابني عامل لك ايه؟ ليه يا ابني عامل لك ايه؟ يا ابني حرام عليك، ده راجل كبير يا ابني، حرام، ده عامل عمليه في القلب، حرام عليك، ليه كده؟ قال لي ولو ما مشيتيش من وشي انا هدي لك في رقبتك، روحي بقى انسبوا له ايه؟ العزا بتاعه. خدت بعد، دخلت الشارع وقعدت اصوت واقول لام ام الواد ابنك قتل جوزي، ابنك قتل جوزي. قالت لي لا ما تقوليش كده، ما تقوليش كده، هيضربوا ليه؟ هيضربوا ليه؟ ده ابوهاني كويس ملوش دعوه باي حد، ده ابوهاني كويس ملوش دعوه باي حد. الناس اتلمت عليا، واللي يقول لك راح المركزي واللي يقول لك راح معهد ناصل، وهي دي انا عايزه حق. يعني انت روحتي ما قابلتوش لما راح لقيتيه متوفي؟ لا لا، قالوا في اوضه العمليات. قالوا في اوضه العمليات. وبعد كده قالوا لي ايه، لا ده في روح، لا ده لسه كويس، لا مش عارفه ايه. طب الناس اللي كانت بتتفرج على الواقعه في الشارع قالوا لك ايه السبب اللي حصل؟ انا إيه اللي عمل كده؟ انا ما نزلتش لغايه دلوقتي الشارع. لا لما نزلتي، لما قالوا لك قالوا لي لا دي بسيطه وما فيش اي حاجه، والناس بتخاف منه، ده هو واقف. بتخاف من مين الناس؟ من كيمو. هو اصلا بيتبلطج على الناس كلها. ايوه. يعني هو بيشاكل اي حد بيشاكل بدون اي سبب؟ ايوه. بس هيشاكل الراجل ده ليه؟ هيشاكله ليه؟ هيشكله ليه؟ ده راجل كبير، لا شاب زيه ولا ممكن يكون عم سكن في بينه وما بين القاتل ده خلاف. لا 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 لا، ولا لا يا ابني ولا اي حاجه والله، ولا اي حاجه. ولا اي حتى لو في اي حاجه يستحق ده كله؟ لا، احنا كلنا بنرفض طبعا السبب، بنرفض الواقعه، بنرفض الجريمه، بنرفض ان يعتدي عليه ب 14. ده انت لو شفت الصور يعني تقول انا اللي هقنقه، انا اللي هموته. ما تستناش انت بس انا مش قادره اشوف صور. انا لو علم هو عامل فيه كده انا ما كنت سبته، كنت يلا موتني، يلا يبقى انا حصله بالمره بقى. لكن انا ما كانش، ما اعرفش. انت وقفتي بعد مع القاتل بعد الجريمه بتقولوا له ليه كده؟ قال لك امشي من قدامي، انا موتك قاتلك انت كده. والشباب دخلوني الشارع. دخلوني. يعني كان عاوز يتهجم عليك انت. ايوه. الداعي قول. طب اهو ايه وجه الخلاف اللي بينكم؟ ولا اي حاجه. هل في خلاف اسري ما بين لا 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 جيران يعني؟ لا لا لا، ولا اي حاجه، حزب الله ونعم الوكيل فيه هو. هل عم سيد كان سبب قبل كده في اي اذى؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. طبعا كل الاسئله ديت ما تبررش الجريمه ولا لا تبرر الواقعه. لا، ولكن احنا عاوزين يعني في حاجه مفقوده في الموضوع. هو ابوه كرشه بعياله عشان جاب لمراته جلطه وجي رماه هنا. ابو القاتل كرشه بعياله. ايوه. عم سيد احنا مالناش فيه، احنا بنسمع لكن احنا مالناش فيه. كان احنا مالناش فيه، جه بقى اترزع هنا عندنا في الشارع. يعني هو قاعد لوحده هنا مش مع مراته ولا عياله؟ لا لا لا، معاه عياله. معاه عياله. عياله. لكن مش عايش مع مراته. لا، ومراته امه اللي بتاكله وبتشربه كل يوم، انزل يا كيمو كول، انزل يا كيلو، ابقى سامعاه هنا. من الساعة 5 الصبح ما بننامش منه. بس احنا برضو ما مالناش فيه. بدون أي سبب؟ بدون أي سبب. عم سيد انت بدون أي رايح يجي الشغل ولا جاي من الشغل؟ لا بيروح ساعتين الشغل كده يرزق. بتشتغل ايه يا عم سيد؟ شايل في السوق يا ابني.
كان رايح بقى فين وقت حدوث الجريمه يعني؟ بيروح سوق السمك. لا كان رايح فين وقت ما اعتدى عليه البلطجي؟ رايح قالوا جاب ماسك شنطه الفطار وبيجيب عيش من الفرن. كان رايح يجيب عيش. ايوه وانزل عند الفرن كده اسال. انا ما نزلتش ولا شفت، بس اللي بيسمع حاجه بيجي يقولها لي. والصور قد كده، انا لغايه دلوقتي انا مش عايزه اشوف الصور، انا مش عايزه يعني، انا ما اقدرش. اخر كلام بينك وبين عم سيد كان امتى يعني؟ انت شفتيه الصبح قبل ما ينزل؟ لا بالليل. لا بالليل، بالليل متعشينا عند اخته وطلعنا نمنا. كان اخر عمل لي شويه عصير كده وشربنا قلت لي ان انت عايشه انت وهو لوحديك، وهو الوحيد اللي بيراعيك يعني. أيوه. في مرضك وبيقدم العلاج. ايوه منه لله، منه لله، زي ما وجع قلبي كده اتوجع قلبه، منه لله. ان احنا عايزين حقه، عايزين حقه يعني. انا ما انا ما بعرفش اتكلم، احنا في دوله انا ما بعرفش اتكلم. كثقه في قضاءنا العالي اكيد وعايزين يعني. محامي كده ربي يخليك كبير كده، عشان انا ما اقدرش اقوم محامي ان شاء الله حقه. وانا ايوه ربي يخليك، انا احنا عايزين حقه، حقه هو في الجنه. انا هو ربنا مصبرنا عليه الحمد لله، وبصلي والحمد لله، وقبل من قبل ما يموت الحمد لله. يا انا عامله عمره والحمد لله. الحمد لله يعني انا اعمل ايه؟ انا غصب عني والله، غصب عني. انا كل شويه اقعد اصوت ياخدوني على معد السكر، بتجيلي الغيبوبه. انا ماسكه نفسي عشان عيالي، عيالي ايوه، عيالي هيدعوا مني، مين هيرعاني بقى تاني؟ خايفه على عيالك من البرتجي واهله؟ ايوه سكت تماما. ايوه بس انا مش عايزه اتكلم عشان خاطر ما فيش حد يتاذي من عيالي. باذن الله ان شاء الله احنا في دوله القانون، ربي يكرمك. هو في الجنه ونعمه، واحد دخل الجنه واحد دخل جهنم، ان شاء الله حق يسعد. حزب الله ونعم الوكيل، حزب الله ونعم الوكيل، حزب الله ونعم الوكيل. والنبي العام والنبي، انا ما بعرفش اتكلم، ما بعرفش علينا حاجه زي كده. احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنناشد النائب العام المستشار حماده الصاوي. ثق تماما ان حق عم سيد هيرجع له، احنا في دوله قانون، ثق في قضاءنا العالي، ان شاء الله ربنا يرحمه ويغفر له وحقه يجي لغايه عندكم ان شاء الله. زي ما حضراتكم سمعتوا كده زوجة عم سيد وشاهدتوا معانا، عم سيد مسن 67 عاما، رايح يجيب عيش يعني، واخد قفص عيش ونازل رايح يجيب عيش عشان يطلع ويفطر هو وزوجته. البلطجي ما رحمهوش يعني، ما سابهوش يعني. لما بلطجي يعتدي على مسن ب 14 طعنة ايا كان ايه هو السبب يعني، سواء كان في مشاكل ما فيش مشاكل، الداعي كده يعني، ده بني ادم تجرد من كل مشاعر الانسانية. ربنا يرحم عم سيد وان شاء الله حقه هيرجع له ان شاء الله. شكرا مشاهدينا ومتابعينا.